لسه مستمرين معاكم في الاهلي اليوم، يعني شرفني ونورني، والاهلي الليله شرفني ونورني كابتن هشام صالح اللي رفع راسنا بصراحه مع ابطاله في اولمبياد الشباب واللي اقيمت بالارجنتين وخدنا فيها ميداليه، يعني ميداليه برونزيه. اكيد يعني نرحب بضيفنا الكريم منور الدنيا. انت منور يا كابتن. عامل ايه؟ يا فاكهه والله. لا والله انتوا اللي فاكهه ونورتونا وشرفتونا ورفعتوا راسنا الحمد لله، وكانت حاجه جميله جدا. الحمد لله والله، خصوصا كمان العاب الصالات دي انا بعشقها بصراحه. كره العاب الصالات انت كنت نجم فيها اصلا. ده انت اللي نجم والله يا كابتن. انا مش عايز اعرفك، يعني انا بصراحه انا عارف حضرتك طبعا نجم كبير جدا، انا عايز الناس تعرفك من خلالك. هو انا هخالف كده قواعد الاعلام شويه، بس انا بقى يعني انت ضيفي وعايزك تعرف الناس بيك على طول. الاول طبعا انا طبعا بشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، القناه العظيمه، يعني شرف اي حد ان يقعد معاكم. طبعا اهلا بيك. اهلا انا بيك. يعني العبد الله لعبت في نادي الشمس وانا تمام. ناشئ، وبعد كده 18 سنه 19 سنه لعبت منتخب مصر تمام، ورحت كاس العالم سنه 81 كاس العالم في الشباب مع الكابتن طارق ابو زيد والكابتن علامه هوب ومحمد حلمي، وطلعت ثلاث هداف كاس عالم. رجعت بعد كده كان النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري كلهم كانوا عايزيني من نادي الشمس. رحت المصري. رحت المصري تمام. والكابتن حسن، كان ليا الشرف ان الكابتن حسن حمدي والكابتن كمال حافظ كانوا راحوا النادي عشان ياخدوني، بس يعني ما حصلش نصيب. انا كان نفسي طبعا العب في النادي الاهلي، واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي. رحت النادي المصري قعدت 7 مواسم هناك، وبعد كده لعبت سنه في المقاولين، وبعد كده جالي رباط صليبي، وبعد كده بطلت تدريب، بطلت اللعب، وبعد كده اشتغلت في التدريب بقى، اشتغلت في ال 11 الاول، اشتغلت في نادي المنيا ونادي المريخ، نادي الشمس، وسكر ابو رقاص، الحزم السعودي، يعني لفيت لفه كده في ال 11. وبعدين كانت بدايتي في كره الصالات مع الكابتن عماد سليمان في كاس العالم في جواتيمالا، طلعنا برضه سادس عالم، واشتغلت بعد كده، مسكت بعد كده الفرق بقى منتخب مصر لكره الصالات من 2016 بانتظام بقى لي سنتين. لعبت اشتغلت مع الفريق، انا شغال مع الفريقين، الفريق الاول مدير فني ومدير فني للشباب. كاس العالم الاخير 2016 الحمد لله يمكن برضه كان انجاز ان احنا طلعنا تاني للعالم، وغيرنا تصنيفنا من 31 ل 19 على مستوى العالم، كسبنا ايطاليا في دور ال 16، وبعدين طلعنا مع الارجنتين في دور الثمانيه اتغلبنا، والارجنتين بعد كده خدت كاس العالم. فالحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا الارجنتين. يعني خد كاس العالم. هو خد كاس العالم على طول، يعني بعد كده على طول كسب كله خمسات يعني، وخد كاس العالم. والحمد لله ربنا كرمنا واحنا خدنا بطارنا تاني، وخدنا منهم البرونزيه على ملعبهم فوسط جمهورهم الحمد لله. كان انجاز المباراه، كنا متاخرين فيها ب 3-0. حاجه بصراحه جميله يعني جدا. انت عارف الكابتن مين طبعا، وانت ادرى وراجل خبره، الريمونتادا ما تبقى مع فرقه عاديه دي تبقى ممكن عادي، بالظبط تبقى جالك غفله ورجعت انت عندك امكانياتك، لكن مع الارجنتين او البرازيل او روسيا او فرق الثقيله دي صعب انك تعمل معاها ريمونتادا ثلاثه، وهم اصلا في كره الصالات ملوك كره الصالات، البرازيل والارجنتين واسبانيا. فدي يمكن حلت الميداليه شويه، ان احنا خلتنا من انك تكسب الارجنتين في وسط 15,000 متفرج، وكان ودي كان تاني مباراه نلعبها معاهم، احنا لعبناهم في اول التصفيات الاولانيه اتعادلوا معانا 2-2، وبعد كده لعبناهم في الـ في الـ في, الـ في الـ على البرونزيه الحمد لله ربنا كرمنا، وحولنا النتيجه من 3-0 ل 5-4 في الشوط الثاني، كنا احنا اللي كسبنا 4-1 في الشوط الثاني، احنا جبنا 4 تجوان الشوط الثاني. دي في حد ذاتها خلت المديله كمان بقى طعمها احلى، انك تاخد 4-3 يعني خلت الطعم الميداليه انك تكسب الارجنتين في ملعبها وتاخد برونزيه منها في ملعبها طبعا، دي خلت الانجاز اكبر. البطوله لوحدها بالظبط كده، البطوله فعلا لوحدها بالظبط كده يا كابتن. كنت متوقع تروح فين البطوله يا كابتن؟ بالنسبه يعني تروح فين في البطوله دي؟ تروح لغايه فين؟ احنا؟ احنا كان املنا ان احنا ننافس ان احنا نصعد بس للمربع، لان حتى الارجنتين كان معانا احنا في المجموعه العراق وسلوفاكيا. العراق فرقة قوية جدا بطلة اسيا، فرقة قوية جدا جدا جدا، ومعانا سلوفاكيا بطلة اوروبا، ومعانا بنما هنقول الحصالة بتاعت المجموعة تمام. فمش دي مش مشكلة تمام. لكن حتى مدرب الارجنتين وكل تصريحاته كان قال لك انا هاممني العراق والناحية التانية هاممني البرازيل وايران وروسيا، ما جابش سيرتنا. فانا قلت له والله ربنا يكرمك انت عملت لنا كده نقطة نشتغل بيها على الاولاد، وفعلا اشتغلت بيها يا جماعة المدرب ده بيقول عليكم كذا كذا وانتوا طب ايه الموضوع؟ يا كابتن انت خلاص احنا هنتصرف. فالموضوع مشي كده ان هو ادانا حافز نشتغل بيه، وعرفنا الحمد لله نشتغل بالحافز ده. حتى في اول مباراه كنا متقدمين 2-0، بعد كده عملوا علينا الباور بلاي اللي هو الجون اللعيب بينزل بيلبس لبس الجون بيبقى 5 على 4 بالظبط، والجون يطلع بره وبسرعه يغيروا كده، يا هجمه عليهم الجون يعني وجابوا جونين في اخر 2:30 بالظبط. فدي كانت يعني انت كنت كسبان 2-0 في في الارجنتين ده اول مباراه، واحنا اصلا يا كابتن ميدو ما عملناش ولا احتكاك قبل ما نسافر. يعني احتكاكنا كانت انديه
درجه اولى. احتكاكنا مع جبت الفريق الاول برضو عشان اللعيبه تتمرن عليهم وياخدوا منهم الخبره. هو ده كان كل الاعداد بتاعي ان انا اعمل ماتشات وديه مع الفرق بتاعت الشركات وفرق الانديه. وجبت الفريق الاول عشان ده بتاعنا برضو. عملنا احتكاك معه وسافرنا. بس يعني لما انا قارنت في الاول لما كنا بنتغلب من الفريق الاول 12-1 واخر مباراه وديه مع الفريق الاول فنشت بيها الشباب كسبوا الفريق الاول فانا اطمنت شويه. فقلت يا رب اعرف انافس مع العراق والارجنتين حتى لو عرفنا نضربه. والحمد لله طلعت الاول على المجموعه. طب خلينا ابدا معاك عشان موضوع الاعداد يعني بتقيم كره الالعاب الصالات في مصر او مركزها ايه في العالم؟ تقييمها ايه في العالم بالنسبه لمصر؟ مصر بالنسبه للعالم كله احنا يعني انا مش عايز اقول ان احنا ما عندناش كره صالات، لا احنا ما عندناش فعلا كره صالات. ما عندناش كره صالات. احنا عندنا دوري يتيم. وبالرغم من كده خدنا البرونزيه. وخدنا برونزيه وخدنا ثامن عالم في كاس العالم فريق الاول. وثامن العالم. دي بجهودنا احنا الحمد لله رب العالمين. يعني مش عايز اقول طبعا والجهاز الفني الكابتن نادر رشاد والدكتور عادل حداد والكابتن هاني درويش والحاج شعبان الاداري المحترم والكابتن حسني. يعني احنا اشتغلنا ان احنا اخذنا بطوله افريقيا اصلا كمان من غير ما نلعب ماتشات وديه. يعني احنا كسبنا موزمبيق رايح جاي وكسبنا انجولا رايح جاي من غير ولا مباراه وديه حتى احتكاك. وبعد ما اخذنا بطوله افريقيا كابتن ميدو اللجنه الاولمبيه بعتت قالت لنا انتوا مش هتروحوا. ليه؟ دي كانت الصدمه للولاد. ليه بقى؟ قال لك لا احتمال ناخد منكم ناخد الهاند بول، احتمال ناخد الهوكي، احتمال احتمال احتمال. والعمليه حصل بيها العيال جالها احباط. اللجنه الاولمبيه المصريه قلت لها لا احنا مش هناخد كونتو، هناخد اليد. اليد اصلا ما اشتركش. طب هناخد الهوكي. طب لا الهوكي ما اشتركش. الفيفا عرفت بعتت جواب تاني للجنه الاولمبيه المصريه قالت لهم لا الفيفا اصلا موصيه على كره الصالات عايزه تنميها في افريقيا. فاللجنه الاولمبيه بعتت لنا جواب تاني بعد ما قلبنا وقف 3-4-5 ايام قالت لنا لا انتوا اللي هتشاركوا خلاص. فدي جابت احباط نفسي. عرفنا نعليها تاني الكلام ده كله طبعا. وعرفناش برضو نعمل عشان برضو الوقت قفل والكله سكن في الاجنده عنده الدوليه كل الفرق سكنت. برضو عملنا نفس المشوار، عملنا مباريات وديه مع الفريق الاول والشركات والانديه. انتوا تعرفوا المصري بجد، ما هو مش كلام انشا والله العظيم، هو لسه جاي في دماغي. المصري بجد تعرفوا ان هو برغم لو تخلوا بالكم كل الضيوف اللي بيجوا لي هنا بيشرفوني هنا وبينورونا طبعا في بيتهم في الاهلي دايما مشاكل ومشاكل كبيره قوي، وبالرغم من كده بتلاقيهم انتصروا في الاخر. حتى لو الانتصار كان يعني مش هقول ثالث برونزيه لان البرونزيه دي حاجه كبيره جدا، الانتصار حتى ان هو مثلك تمثيل مشرف، لكن عقبات كبيره جدا. وبالرغم من كده يلا بينا يا رجاله نعمل حاجه لمصر بالظبط من غير اي حاجه. طب مستوى الاعداد في العالم في العاب الصالات، يعني مثلا فرقه زي الارجنتين مثلا بتتعدى ازاي؟ الارجنتين دي مثلا على الاقل بتعمل 3-4 دورات عندها غير الماتشات الوديه اللي بتعملها بره. يعني قبل يعني هم بعد كاس العالم يا كابتن ميدو ما بياخدوا شهر اجازه ويشتغلوا الاربع سنين. الارجنتين عملي الاربع سنين ما بيقعدوش. بيفضلوا يشتغلوا الاربع سنين حتى كاس العالم اللي بعده. البرازيل بتعمل كده، اسبانيا بتعمل كده، الارجنتين بتعمل كده. احنا مش شغال قد ايه يا كابتن؟ ايران بتعمل كده. احنا مش شغال قد ايه؟ لا قول لي عشان الناس تعرف. يعني كاس العالم اللي فات اشتغلنا قبليها قبل بطوله افريقيا، قبل بطوله افريقيا وطلعنا ثاني افريقيا ورحنا كاس العالم مع المغرب وانجولا اشتغلنا قبليها بشهرين ونص. ورحنا بطوله افريقيا وخدنا ثاني افريقيا والمغرب. حتى انا قلت لهم انا هروح من غير ماتشات وديه اوكي. بس انا مش هاخد بطوله افريقيا لان المغرب عامله استعداد كويس وليبيا عامله استعداد كويس وانجولا. وعايزينك تاخد بطوله افريقيا من غير لا هم كانوا يقولوا لي بس روح انت كاس العالم بس. تمام. يعني مش مهم. قلت لهم بس مش هاخد بطولة افريقيا. وفعلا الكلام اتحقق وقلت لهم. والكلام ده انا قايله من سنة 2000 يا كابتن. والله يا كابتن ميدو سنة 2000 مع الكابتن احمد سامي قلت الفرقة الوحيدة اللي ممكن تاخد ميدالية في فرقة جماعية كرة الصالات، لان احنا اصلا ملوك الصالات. مصر كلها ملوك الصالات. بالظبط. قبل ما بتلعب كرة في ال 11 بتلعب في الشارع. وبعد ما بتبطل بالزبط. بتاخد صحابك تلعب في الشارع. بالزبط. يعني كل الفترات بتلعب في الملاعب اللي هي ما فيش مش عارف تاخد ساعة اصلا. بالزبط. ساعه دلوقتي برقم يعني. وبعدين يا كابتن ميدو انت كمان في الاولمبيات الاخرانيه دي الفيفا نفسها قالت احسن كره بتتلعب البرازيل ومصر. والله يعني انا ما بقولش الفضل ليا لا بالعز والله. احنا عندنا الملكه بتاعت كره الصالات. بس لعيب كره الصالات دلوقتي بقى مختلف يا كابتن ميدو عن زمان. زمان كنت بتشتغل كل فردي دلوقتي فكر مدرب. لا ما فيش ترقيصه دلوقتي يا كابتن ميدو. يعني كله تحركات وقوه وسرعه وكور ثابته. بالظبط. الارجنتين الكاس العالم اللي خدته ما رقصتش ترقيصه. ما فيش حد عمل كده. تك 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 الفكر اتغير خالص. عشان كده هي خدت كاس العالم. البرازيل خرجت من دور 16، اسبانيا خرجت من دور 16 عشان لسه برضو بيشتغلوا شغل فردي والكلام ده كله. فاحنا احنا 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 اشتغلنا الشغل الكلام ده، الشغل بتاع
الارجنتين، احنا اشتغلناه على الارجنتين واشتغلناه في البطوله دي، كان كله شغل جماعي وكور ثابته، فربنا كرمنا والحمد لله ان احنا عرفنا. انا بقول احنا عايزين كره صرف، لازم يتعمل دوري محترم، حد يمسك الدوري يصرف عليه عشان القاعده تبقى واسعه. يا كابتن انت ممكن تعمل دخل رهيب اساسا بالظبط كده يا كابتن، لان الناس بتعشق الكره، كره الصالات اللي هو الخمسه ضد خمسه والاربعه ضد اربعه واي كان. اقول لك الكره يا كابتن الصالات هتعلى امتى؟ لما النادي الاهلي يعمل كره الصالات. من الاخر عشان ما نلفش كتير يا كابتن ميدو، النادي الاهلي لو عمل فريق كره صالات هنبقى اقوى فرقه في العالم، والكلام ده خده عليا. زي ما انا قلت الكلام ده من سنه 2000، قلت الفرقه الوحيده اللي هتاخد ميداليه في فرقه جماعيه في كره القدم هي الصالات، وتحقق سنه 2018. الكلام ده من 18 سنه انا قايله. والله اقتراح حلو، مش سحر ولا شعوذه، لا ده علم، الكره بتقول كده. انت عندك المقومات، عندك هنا مصري في الكوره ما فيش احسن منه زي البرازيل، وعندك البدني ده يشتغل عندنا في الكتب، البدني ده موجود في الكتب، والكوتش ما فيش كاتشانه، ما فيش كتاب للكاتشانه، بس احنا عندنا برضو مدربين كويسين، ممكن اي حد يجي يشتغل ويبص بصتين والشغل يشتغل. لا جديد، لا مش حاجة. اي حد، معلش معلش انا لازم اقف معاك في النقطه دي خالص، انا اقول يعني ما اقدرش اقول موافق، مش اي حد، والتدريب دايما بقول تدريب موهبه بالزبط. منفصله تماما عن اي حاجه. ما هو البدني يا كابتن ميدو في الكتب والتكتيك في الكتب، لكن الكاتشانه مالهاش كتب. والله يا كابتن ورا البدني في الكتب يعني، انا بالنسبه لي ممكن يعني تلاقي شويه يعني بره بس مفيش ثوابت. ما طبعا مفيش ثوابت، مفيش ثوابت، ممكن طبعاً تستعين بحاجه بدنيه تدي لك افكار تانية كبيره جدا. غير الجو هنا وغير هنا وكل حاجه، بدليل بالظبط، بدليل كمان ان انت كنت واقف عند حتت معينه في البدني، دلوقتي الناس كسرتها لك بالظبط، كسرتها اساسا، مش عارف اصل النبض مش عارف بيكون ايه. مفيش الكلام ده خالص، طلع مفيش الكلام ده للاسف يعني، او مش للاسف، هو بصراحه مع التطور على اتلتيكو مدريد كسرت الدنيا في البدني بالظبط. انا بتكلم ككوره، لكن اقتراح ان ليه ما يكونش فيه في النادي الاهلي فعلا فريق العاب الصالات، اعتقد كمان انه هيفرق كتير جدا في كل حاجه. انا جدا هتتطور والناس هتبتدي تبص لها بصه ثانيه. انا بقول لحضرتك عشان نجي من الاخر، ما نفضلش نقول النادي الاهلي لو عمل فريق كره صالات يا كابتن محمود بعد اذنك، لو عملنا كره صالات والله مصر هتاخد اول يا ثاني بعد كده في كاس العالم. جميل والله، جميل، وانا بضم ستر صوتك عشان كمان نعرف نلعب مع بعض يا كابتن، بس هغلبك خلي بالك، مش هسيبك. لا 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 مش هسيبك، ما بهزرش في الخماسي ولا انا والله. لا ده انا سيد عبد النعيم بقى وعادل فتحي ومحمود عبد الحكيم دربتهم سنه 2004. دلوقتي لو موجودين، لو موجودين لو لعبوا لعب جماعي هيبقوا ليهم حاجه، بس بيخبوا الكوره العيال دي يا كابتن، بتموت في الكوره، بيخبوا الكوره، بيخبوها. سيد عبد النعيم ده كان محمود عبد الحكيم كل دي، وعادل فتحي لعيبه كبار يعني مش هيجوا زيهم، انا بتهيألي مش هيجوا زيهم تاني بعد اللعيبه اللي في الفرقه دي. كانت فعلا تامر اسماعيل وياسر عبد الخالي يعني كانت لعيبه جامده جدا جدا طبعا يعني. طبعا انا بتكلم عن بس الناس اللي انا بالزبط كانوا معايا في الفريق. تعالى نتكلم على ماتش الريمونتادا بتاعك بتاع الارجنتين ده، اللي حاجه جميله جدا وحاجه يعني اكيد الماتش ده عمرك ما هتنساه في حياتك كمدرب، ان انت قدرت ترجع بماتش 3-0 بجد، انت كنت متخيل؟ لا يعني بص انا ما كنتش متخيل ان احنا نتغلب 3-0 قبل ما اقعد على الدكه. تمام. لسه ما قعدتش يا كابتن ميدو، يا جماعه في ايه؟ يعني ثلاث اجوان جم غلطات مننا احنا. لان الولاد لما اتغلبوا من ماتش روسيا الموضوع ضيق، بقت ميدالية. لما لو كنت كسبت روسيا كان قدامك يا ذهبيه يا روسيا فضلية. مش اقوى من الارجنتين. وروسيا مش اقوى من الارجنتين خالص، لان احنا مسكنا روسيا برضو قطعناها، بس احنا برضو كانت غلطات والبدني بتاعنا كان واقع، لان يعني لعبنا 6 و5 ماتشات في اسبوع في 10 ايام، واحنا ما كناش واخدين على الضغط البدني ده. انت ما كناش عملتش اعداد بالظبط كده. يعني كان نفسي اتحط في الموقف ده، اروح العب دوره العب فيها 6 7 ماتشات في 10 ايام مثلا لحاجه. الحمد لله. المهم ماتش روسيا ده كان الولاد عندهم امل ان هم يلعبوا على الذهبيه او الفضيه. لما الماتش ده كان عندي 4 مصابين وما لعبوش او لعبوا بحقن والكلام ده كله، الولاد وقعوا نفسيا خالص. ويعني انا حتى حذرتهم قلت لهم ارفعوا راسكم، لسه في ميداليه يا انتوا يا هما، والجدع اللي ياخدها. انت عندك تكتيكك والبدني راحت الحمد لله والمصابين خفوا، انت ما تنزلش خايف. لان الجمهور اصلا قلب علينا من اول ماتش لما تعادلوا معانا 2-2 اكيد خلاص، واول لما نزلنا تصفيق. المهم يعني قلت لهم هتضغطوا هتشتموا الكلام ده كله هيحصل قدامكم، بس اوعوا تغلطوا. وفعلا يعني ثلاث يعني كورتين من ورا الديفنس، ثلاث اخطاء ساذجين ما يخشوش فينا تاني ابدا يعني. حتى لو ايه اللي ربنا كرمنا فيه ان احنا جبنا جون الشوط الاولاني قبل ما نخرج،
3-1. هو عادة المدرب يبقى تلقى متعصب ويزعق انتوا ازاي وازاي، بس انا الولاد لقيتهم يعني وشهم في الارض وخلاص، ما ينفعش ادوس عليهم تاني خلاص. قلت لهم هم جابوا كام جون؟ 3 جوان في قد ايه؟ في 3-4 دقايق. احنا قدامنا لسه 20 دقيقة. ال 20 دقيقة لو ركزنا وضغطنا عليهم من فوق ما كانوش يشتغلوا الشغل بتاعهم، وقفنا لهم الشغل بتاعهم. لو جبنا جون بس بقى 3-2 هتاخدوا الجيم. والجون بتاعهم وحش على الارض. جبنا 4 اجوان الشوط الثاني كلهم على الارض. انا بقولش ان انا عالمي، لا، ما انت بتبص ده الجون، الجون ده وحش في الارض، وحش شمال، وحش يمين. واول جون جبناه من الشوط الاولاني كان برضو طلعت كان جابه على الارض. الحمد لله 5 اجوان كلهم على الارض. الولاد اتحولوا بعد ما جابوا الجون الثاني، فعلا اتحولوا 3-3 4-3 5-3، وهم جابوا الجون في اخر نص دقيقه. واحنا لغايه دلوقتي مش مصدقين، بس احنا انا قلت الولاد دول يستاهلوا، لانه فعلا يا كابتن ميدو 10 رجاله سافروا معايا. الولاد قالوا يا كابتن ربنا ما هنروح ببلاش. قلت لهم يعني انتوا زي ما اتفقنا في اول يوم، فيه احنا اتفقنا اول يوم تجمع. قلت لهم انا ما بحب الشغل المشرف ومشرف وباي باي بوسه في الهواء والكلام ده، لا مالناش فيه، احنا هنروح ناخد ميداليه ونتوكل على الله. تمام. وهم قالوا كابتن وربنا هتشيلنا من الملعب، وفعلا شيلنا لهم من الملعب. مصريين بالظبط، رجاله فعلا مصريين. المصريين يعني. هو الكابتن هشام صراحة من اول الكلام عمال يقول انا مش عالمي، لكن طبعا كل الكلام اللي بيعمله هو عالمي طبعا، يعني مش لازم يقول انا عالمي، لكن كل حاجاته عالميه. من السلوك مع اللعيبه، شايف اللعيبه فعلا مش ناقصه ان انا ازعق، فاكيد مش هيزعق في مدرب يدخل يكسر الاوضه على اللعيبه، تنزل بدل 4 يبقوا 8 ولا 9، وفي مدرب يبقى قاعد مشغول بالهزيمه ومش شايف حاجه، لكن هو كان مركز على النقاط السلبيه لفريق الارجنتين. عشان كده الحمد لله ان هم قدروا يرجعوا مع فريق كبير زي الارجنتين. لكن كان عندك امل ان انت ترجع، ولا كنت بتديهم معنويات وانت من جواك؟ لا والله مش حاسس قوي. ربنا ادانا الجون ده عشان يقول لسه في امل. يعني ما احنا كنا 3-0، كان ممكن ناخد 3-0 كانت هتبقى المشكله اكبر واكبر. لكن لما الحمد لله ربنا كرمنا جون واحنا خارجين، لا قلت لا ده ربنا عايز يدهن. والحمد لله ربنا ادهنا من اول ما نزلنا، ما فيش دقيقتين وجبنا الجون الثاني، فالموضوع فتحت وهم ابتدوا يقعوا نفسيا. وقعدنا نضغط الشغل بتاعهم اللي هو التحركات الكتير ده، قفلنا عليهم كل الزوايا وتقللنا الكور الثابته اللي علينا. فالحمد لله ربنا كرمنا جون في جون في جون. حسيت خلاص، قلت لهم خلاص الماتش بتاعكم، بس اهدوا برضه لسه بدري. حتى ما عملت تايم اوت قلت لهم اهدوا لسه بدري، لسه ممكن يجيبوا جون تبقى مشكله تانية. فالحمد لله ربنا كرمنا، يعني سبحان الله ربنا عايز يدينا على قد تعبنا. ويمكن ربنا ما اداناش الذهبيه، عشان ممكن نبقى لو اتغلبنا ممكن نتغلب من البرازيل سكور، بس ايا كان كنت هتحزن برضه. حتى لو كنت اللي بتلعب فاينل كنت هتبقى زعلان برضه لو اتغلبت. فالضي احسن من البرازيل، بس الفرحه بتاعت دي يا كابتن ميدو الارجنتين وانت متاخر 3-0 هي احلى حاجه. بالظبط كده، بالظبط. يمكن ربنا عايز يفرحنا اكتر شويه. بالظبط والله فعلا. يعني انا لما انا كنت هنا ساعه ما قالوا لي احنا خدنا البرونزيه، كان عندي برنامج وكنا 3-0 مش عارف 3-1 يا جماعه بجد قربت. يعني بنسمع المنتدى بس عمرنا ما شفناها مع المنتخبات المصريه بالطريقه دي، مع فرق الحمد لله كبيره. دي نعمه من عند الله والله. كافي في عقود احتراف وفي الكلام ده كله. انت كنت معانا هناك بقى مش عارف والله. ده انا بسالك سؤال، انت عندك احساس ان اللعيبه دي ممكن تحترف؟ اكيد والله. يعني بعد الماتش ده بالذات كمان يا كابتن ميدو، وبعد ماتش العراق لما كسبنا العراق 3-2 اقوى فرقه في اسيا، 5 لعيبه الحمد لله رب العالمين، 11 وصلاط ان شاء الله. عند يوسف محسن وبلال السيد ومحمد احمد حمو ومحمد طلعت ومؤمن حمدان جالهم عقود ما شاء الله. 11 وصلاط ما شاء الله. كم سنه يا كابتن؟ 18 سنه هم كلهم مواليد 2000. يعني ممكن يبقى حد 17 حد 16 حد احمد، بس احمد عندي احمد كرم 17 سنه ما شاء الله. ده مستقبل ما شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي قبل ما نتكلم عن عقود الاحتراف بتاعتهم والانديه وشكل الانديه بره شكلها ايه، قول لي مش ما تقوليش تحديدا، قول لي عقود ما بلاش يا كابتن. لا العقود بره لعيبه الصالات اه على الاقل اقل حاجه 100,000 جنيه في السنه بره مصر. اه بره مصر. وهنا عايز اسالني على هنا؟ مش عايز اسال هنا عشان الناس عشان احافظ على عليكم اللعيبه، خلي بالكم. عشان احافظ على اللعيبه 100,000 جنيه مش في السنه، انا اسف والله. انا عارف في عارف. الشهر في الشهر. انا كنت لسه أصحيح. والله في الشهر انا اسف. ما هو ده الطبيعي، ده الطبيعي. طب والمدربين؟ ما بلاش برضه. انا مش عايز مصر، انا مش عايز مصر. المدربين بيجي لهم عقود احتراف وممكن تطلع. مدرب المغرب اللي خرج من اول تصفيات كاس العالم اللي فاتت، خرج على طول بره بياخد 10,000 يورو. ده ومدرب ما عملش، يعني هو مدرب كويس اه بس ما عملش واو، يعني ما خد بطوله افريقيا اه بس خرج من كاس العالم مروح على طول.
ربنا هيديكوا على قد تعبكم. بالظبط، انا مش عايز اكتر من كده والله. القصه دي والله ما عايز اكتر من كده جدا. يعني اللي بيتعب ربنا بيديله على قد تعبه، وممكن مش النهارده، ممكن مش بكره، ممكن مش السنه دي، لكن هتيجي في يوم من الايام تقول له يا رب الحمد لله فعلا انا خدت على قد. وانا الحمد لله ان انا قعدت معاك النهارده وفي قناه النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي بتتفرج عليا، وجمهور مصر كلها بتتفرج عليا، والناس كلها الحمد لله بتقول ان احنا عملنا حاجه ما حصلتش قبل كده. دي اصلا يعني مش الحمد لله، ده الف 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 مليون حمد. لا ده احنا نتشرف بيك كابتن، انت رافع راس مصر كلها كابتن. الحمد لله وجاي لنا الكابتن هشام صالح، كلنا فرحانين انت جاي لنا، وانت جاي برونزيه لمصر، احنا اللي نفرح بيك، وانت اللي شرفت القناه. الله يكرمك وشرفت الجماهير الاهلاويه، واكيد كل الجماهير الاهلاويه ده من ذوقك، يعني محظوظه كمان ان احنا معانا حد كده رافع اسم مصر الحمد لله. دي نعمه اي حد رافع اسم مصر فوق، احنا بنشوفه ده شرف ليا ان انا اصلا امسك منتخب مصر وابقى في المحفل ده كله، ده شرف لاي حد. وان شاء الله يعني كمان ربنا هيدي لك اكتر باذن الله. تمشي منك التميد. اللعيبه المميزه قوي اللي عندك العشرة والله يعني. العشرة انا متوقع والله يعني العشرة الخمسه اللي بيبقوا بره مصدعيني من كتر القهره وال يا اولاد اهدوا يا اولاد. انا عندي الحمد لله رب العالمين، عندي جونين من احسن جونين في مصر، عندي جون من اولمبيا، وعندي جون من بهتيم. عندي عبد الرحمن عباس الشايل ببوفون، وعندي رجب بيلعب في بهتيم. الجونين دول من احسن الجوان اللي هيبقوا في مصر، هيبقوا مستقبل مصر ان شاء الله. عندي يوسف محسن هو الكابتن فرقه لعيب الاشول، اللي هو كان يعني بيشبهوه محمد صلاح كره الصالات هناك، يعني عمل انجاز وعمل هنا في افريقيا. عندي حمو محمد احمد برضو من اللعيبه اللي هايلين وليهم مستقبل. وعندي بلال السيد هداف الفرقه وتاني هداف الاولمبياد، دي جاب 7 اهداف، والبرازيل البرازيلي جاب 10 او 11 هدف. وعندي مؤمن حمدان من اللعيبه يعني الاقوياء وليهم ميزه يعني دفاعيه وهجوميه. عندي محمد طلعت اللي هو جاب 4 تجوان في الماتش الاخير في ماتش الارجنتين ده. وعندي مصطفى عبد المجيد، وعندي محمد احمد، وعندي احمد كرم، وعندي عشان ما انساش حد، انا عندي لعيبه 10 لعيبه فعلا اي حد يتشرف ان هو يمرنهم ان شاء الله. يا كابتن انت حاجه جميله والله العظيم بجد، ده انت الاحسن كابتن. لما نحب نطورها غير النادي الاهلي يتولى مسؤوليه فريق، ده جواب الفيفا اكيد انت عارف ان هو شكر. شكر الكابتن هاني بريضة وشكر ليا واللعيبه والجهاز. ماشي تعديها ليا؟ ماشي مكتوب هشام صالح. انا مش لا مكتوب، لا مكتوب، لا مكتوب، انا مش شايف التوريط. شكر الكابتن هاني بريضة وهناه وهنا المدير الفني هشام صالح والجهاز الفني واللاعبين. ولما جينا يعني جواب كده لينا كاتحاد كوره واحنا مقصرين شويه مع العاب الصالات، المهندس هاني ابو ريده طبعا حاجه جميله جدا، لازم بقى احنا نهتم بالعاب الصالات شويه، لازم يعني نظبط الناس شويه، لازم مش هقول مكافئات، انا خايف اقول مكافئات وخايف اقول تكريم. لا هم بصراحه وزير اشرف صبحي كرمكم ولا لسه؟ لسه هيكرمنا المفروض، هيكرمكم اكيد هيكرمكم، ما عنديش عليه حاجه زي كده. لا هو راجل محترم بصراحه. هو الباشمهندس هاني ابو ريده اول ما رجعنا المطار تاني يوم الصبح كنا في الاتحاد، بعت لنا هو مجلس الاداره كله بصراحه وسلموا علينا ووعدونا بمكافئات الفتره الجايه. لسه ما خدتوش مكافئات؟ يعني المفروض ان هي بتخلص وان شاء الله يومين ثلاثه كده وناخدها ان شاء الله. معلش يعني لا مش مشكله والله، قدر الالعاب اللي عندنا كوره مش كرة. مشكله ازاي نطورها؟ لازم عندنا طور. عندنا شرم الشيخ، عندنا الغردقه، عندنا احنا عندنا 100 صاله في نويبع، عندنا اسكندريه، عندنا فاكر السكواش لما قلنا نعمل ملاعب سكواش في شرم ونعمل سكواش بقت حاجه تحفه، ايه المانع ان احنا نعمل كده؟ هو بس لازم رعاه. بالظبط كده، انت جبت الاخر يا كابتن، لازم رعاه، الدوري قوي يتصرف عليه. اصلك انت لما تيجي تقول لواحد لعيب 11 تعالى العب خصالات، طب هتديني ايه؟ هتقول له هديك غدا ولا عشاء ولا مش هينفع طبعا. فانت يا تطور يا ما تطورش. بالظبط. يا يعني نشتغل صح يا ما نشتغل، يا اما نمشيها كده وخلاص. بالظبط. وفي لعيب يلعب صالات يا كابتن ما يلعبش 11. ما يلعبش 11، وفي لعيب يلعب اللعبتين. في اكيد. وفي لعيب يلعب 11، احنا جالي 600 لعيب اخترنا منهم ال 10 دول، جالي 600 لعيبه كره كلهم بس، ده ينفع صلاه ولا ده ما ينفعش صلاه؟ بالظبط. ال 10 اللي معانا الحمد لله مميزين في كره الصلاه. ما انا بتكلم في كده. وفي مميزين في ال 11 والله. يعني اللي ممكن اللعيب اللي ما يلاقيش نفسه في ال 11 يلاقي نفسه في العاب الصلاه. بالظبط كده، بالظبط كده. مش هتبقى مضطر انت تجيب واحد يعني. كان معانا لعيبه ما كانش بيلعب في حته خالص. بالظبط. كان بيلعب في الشارع. جبناه وايدناه بدون ذكر اسمه وبقى نجم. لازم رعاه. رعاه. لازم يبقى ليها اغراء، ما لازم تبقى، ما انت لازم تغري اللعيبه كابتن ميدو، والكره دلوقتي بقت ناحيه ماديه نمره واحد. طب يعني بتفكر في ايه مع الفريق ده تحديدا يا كابتن؟ ده ان شاء الله ده فريق اول ان شاء الله، مع الناس الخبره للفريق الاول هنعمل كده يعني دمج بينهم عشان يبقى في شباب وفي خبره،
يبقوا ليهم شأن إن شاء الله بإذنك يا رب كده، ونتقابل تاني في 2020 كده إن شاء الله في كأس العالم إن شاء الله. هيبقى في اليابان أول المفروض تبدأوا تعدوا لها أساسا في نص الشهر الجاي على طول، عشان إحنا عندنا تصفيات أفريقيا مع الفريق الأول وأمم أفريقيا، تصفيات أمم أفريقية اللي هتتلعب في المغرب في 2020، وبعد كده كأس العالم. أنتوا بتصعدوا منهم ناس للفريق الأول؟ دول ما دول تصعدوا خلاص، اللعيبة بتاعت الشباب دول هيتصعدوا إن شاء الله كلهم يعني نسبة كبيرة. محمد صلاح ساعدك شوية؟ ده الناس كلها ما ساعدنيش كده، الناس كلها في صلاح. حتى بقول لك يعني اللشوة اللي عندنا يعني يقول لك ده زي صلاح. كل الناس صلاح، انتم منين؟ مصر، يخيبتوا يبقى صلاح. لا طبعا الراجل كان معانا هناك فرق كتير محمد طبعا طبعا في كل البطولات في كل الالعاب. احنا يا رب نشوف نص لعيبه مصر كده يعني. والله عندنا كتير يا كابتن والله، بس عندنا عقليات تدمر المواهب للاسف يعني. انا مش عايز بقى ما تيجي نخبط. عندنا يا جماعه مواهب كبيره جدا والله. عندنا مش عايز اقول لكم كمان الاولاد الصغيرين اللي متفرج عليهم في الاهلي في المقاولين في انبي، انا ما شفتش الزمالك بصراحه، في ايا كان في بتروجيت، مواهب جامده جدا. تحب تشوف الولد تبقى مبسوط قوي انت تشوفه، ويجي واحد تلاقيه ضارب بوس في وش الواد، انا ببقى عايز انزل اديله بالبنيه بالزبط. يا سيدي مش كده يا سيدي، الولاد دي انت بتقضي عليهم اساسا. ما هي المشكله كابتن ميدو ان اللعيب الصغير ده لازم مدرب كبير اللي يمرنه. ده انا بقى هتشزعل مني بقى، لساني نشف يعني، لساني نشف. لازم المدرب الكبير اللي عنده خبره هو اللي يمرنه الصغير. بالظبط بالظبط. لكن الكبير بذره، يا اما تطلعها شجره جامده جدا، يا اما هتموتها في اي. لكن اللعيب الكبير ده اي مدرب يدربهم خلاص يعني. دلوقتي معلش محترم يعني مثلا النادي الاهلي، يعني محترم الكل النادي الاهلي يعني، خلاص دي منظومه ماشيه لوحدها اوتوماتيك. اللعيب والله يا كابتن لازم الشخصيه يعني. ما طبعا انا بتكلم طبعا لازم يبقى في شخصيه، بس انا بتكلم البذره حضرتك بتقول عليها دي بالزبط. لازم تتعلم صح بالظبط، حتى على الاقل الباس والاستلام بالظبط، مش اي ميه تشربها بالزبط. مش اي هواء يروح لها بالظبط بالظبط. لازم عندنا مواهب كتير جدا زي ما الكابتن هشام صالح بيقول، وممكن كمان يبقى عندنا مش عايز اقول مليون، يبقى 1000 والله العظيم مليون والله زي ما حضرتك عندنا 1000 واحد محمد صلاح. حاضر يا برجاوي. برجاوي يعني مش عايز اقول لك برجاوي حاجه، عمال يقول يلا يلا يلا. لا 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 لا. طب امال ايه يا كابتن؟ بيقول لي الوقت خلي بالكم بيجري منكم، الحوار جميل جدا الوقت بيجري منكم. يعني قلت لي عايز اشوف الانديه اللي ممكن تاخد اللعيبه دي هيكونوا مين؟ والله في ناس، في لعيبه بتتفاوض مع لعيبه عندي، انديه كبيره والله في يعني بلاد بره، في اصلا في الارجنتين خلاص قلت لك انا، في مصر في لعيبه تبص لهم يعني. انت حضرتك لو اتفرجت على الماتشات كويس وركزت كده هتقول الواد ده لعيب 11 جامد قوي قوي. فعلا فعلا، سرعه وقوه وكل حاجه، تحرك وكل حاجه وامكانيات. اتعاملت معاهم معنويا اكتر يا كابتن هشام؟ ولادي ولادي هم عارفين يعني، هم انا بعملهم كلهم ولادي، بس الشغل شغل وبره الملعب بنشقلب ونهزر ونضحك كل اللي انتوا عايزينه بره، لكن في الملعب ما اعرفش ابني مدرب. اصلا بالظبط انا ما اعرفش ابني في الملعب، لو ابني في الفرقه وانا ما اعرفوش والله. دي احترافيه فالحمد لله، عشان كده ربنا بنشتغل دايما يرضي الله كابتن ميدو، وسايبين الرزق ده بتاع ربنا يعني. وبعدين الرزق ده بتاع مش فلوس بس والله، الرزق ده حب والكلام ده كله يعني، حاجات كتير. والله مش ماديا بس والله، دخلني في حاجات الرزق. رزق رزق صحه يعني، الضحكه بتاعتك دي مش رزق ليا، ضحكتك والله انت ربنا يكرمك. الرزق فعلا حاجات كتير جدا، بتتكلم في حاجات زي ما حضرتك بتقول كده، صحه وحب ناس ورضا، رضا ربنا. يا نهار ابيض والله، ربنا يرضيك ان شاء الله ان شاء الله، ويرضي كل رجالتك. الله يكرمك. وهتلاقي كل الدنيا ان شاء الله بترحب بيكوا. الحمد لله. احنا كان نفسنا نعمل لكم احتفاليه يعني، لازم يا جماعه نعمل بصراحه للمنتخب ده احتفاليه تليق بيهم كده باسمنا ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله نتبنى فكره ان واحنا عايزين النادي الاهلي يكرمنا ان شاء الله، مش يكرمنا ماديا والله والعياذ بالله. احنا النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي كده اما يكرم الولاد دي يعني، تتبع عندهم حاجه بالدنيا يعني، حاجه ثانيه خالص غير الماديا. حتى الولاد والله ما سالوا على فلوس لحتى وقتنا هذا، الولاد الرجاله اللي معايا دول والله ما سالوا الفلوس امتى، بتاعت الاتحاد ولا بتاعت الوزاره. الولاد مش عايز اقول متربين ازاي، تربيه ايه وجدعانه ايه ورجوله ايه، هم عايزين الحاجات النفسيه اللي حضرتك بتقول، النادي الاهلي مثلا نقعد معاهم كده الكلام ده كله. فحضرتك بقى انت طلبتها خلاص ان شاء الله ان شاء الله. واحنا كمان هنتبنى فكره ان النادي الاهلي يعني يعمل فرقه صلاه، برده فكره حلوه قوي والله. يا ريت احنا عشان دايما مركزين مع فريق الكوره الكبير، انت عارف طموحات فريق الكوره الكبير. ما طبعا ما عندناش طموح ثابت يعني، عندنا على طول طموح. انا قصدي كده النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص في كره الصلاه. بالظبط بالظبط.
والله يا كابتن اتشرفت بيك جدا. ده انا الشرف ليا يا كابتن ميدو ان انا قاعد معاك والله. ورفعت اسم مصر فوق الحمد لله. واكيد طبعا احنا تشرف مع اي حد بيرفع اسم مصر فوق ان شاء الله ترفع اسم مصر اكتر واكتر، ان شاء الله تحقق انجازات اكتر مع المنتخب، بيبقى المنتخب الاول باولادك دول ان شاء الله، ومزيد من التالق ان شاء الله. انا مبسوط ان انا قاعد معاك النهارده، ومبسوط في ان انا معاك القناه المحترمه دي اللي انا قاعد قدامها على طول والله. نورت الدنيا يا كابتن. متابعك وخلي بالك. نورت الدنيا. حبيبي يا كابتن. شكرا جدا. شكرا كابتن. شكرا جدا. شكرا كابتن. حاجه جميله جدا ان انت تلاقي يعني حد كده زي الكابتن هشام صالح بيتكلم بمنتهى التواضع، لكن عمله اسم كبير جدا لمصر، عمل منتخب من مفيش امكانيات. انتوا عارفين الالعاب اللي هي بره الكوره بقى الامكانيات فيها ضعيفه شويه، لكن ان شاء الله هنبقى في ظهر العاب الصالات لغايه لما نشوف فريق النادي الاهلي في العاب الصالات باذن الله الكوره القدم جنب الفريق الاول باذن الله. فاصل عشان نستقبل نجمنا الكبير الكابتن احمد عبد الفتاح المدرب العام نادي بتروجيت ونجم الاهلي السابق. استنونا.